يا ابو الكباتن، صباح الخير، صباح الخير، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله ايه تمام، الجمال ده، ما شاء الله، حاجه تشرف والله. الله يخلي حضرتك، الف شكر ليكم يا والله. اهلا بيك. في البدايه عايزين نتكلم عن البطوله ومشاركتك في البطوله، طبيعه المشاركه وكمان الالقاب والميداليات اللي حصلت عليها. طبعا انا في 27/5 ان شاء الله، يعني من اسبوعين تقريبا، اسبوعين تقريبا يعني اقامه البطوله في اوكرانيا. حبيت ان انا اشارك فيها، وكنت بنافس بقالي فتره كبيره جدا، ان نفسي كنت افوز ببطوله اوكرانيا الصراحه بعد مشاركات معاهم كتير وحصول على مركز اول، بس ما كانش بيحالفني حظ ان انا اكسب النهائي. فالماتش ده ربنا كان معايا جدا، وكنت متجهز بمستوى عالي وقدرت ان انا احقق الاوفر اول، خدت البطوله كلها الحمد لله بعد معاناه وتعب تجهيز فتره طويله. ما شاء الله يا كابتن، صباح الفل عليك. صباح الفل على حضرتك. اهلا وسهلا بيك. طب يا كابتن، انا شايفه وراك حاجات ما شاء الله، دي الجوائز، دي دي الكؤوس، بس الجوائز. كؤوس كمال الاجسام واضح ان شكلها مختلف عن الكؤوس اللي احنا متعودين عليها. ايوه طبعا، اوكرانيا هنا كل بلد بيبقى كل ساعات بطوله فيها كؤوس مختلفه. فانا الماتش اللي فات دوت عملت 5 ميداليات ذهب، ما شاء عملت الله، وعملت 5 ميداليات ذهب، عملت 3 ميداليات في المجموعات اللي انا اتاهلت بيها عشان اطلع النهائي، وبعد كده لعبت ماتش انترناشونال بعديه باسبوع عملت 2 ميداليات ذهب. ودي كانت ميداليات في بطولات انا لعبتها في اوكرانيا، كسبت فيها مراكز مختلفه زي تاني وتالت واول، بس ما كسبتش الاوفر اول، لعبت عندهم كتير. بتتعامل معاهم عادي كده وبتشاور عادي كده وكأنهم بالسهل، تمرينات مش سهلة مش يعني، بالسهل، وأكيد نظام لا مش غذائي مش سهل. بالسهل، لا مش بالسهل، دول تعب، دول شقة سنين كتير. انا 9 سنين لعبت عشان اقدر اكسب الميداليات ديت، فلعب كمال الاجسام بتستغرق فتره زمنيه كبيره جدا عشان تقدر توصل لمستوى كويس، تتطور، تكسب. فانا 9 سنين عشان دول كلهم في 9 سنين. ما شاء الله ما ما شاء شاء الله. الله. طيب، من بطولة لبطولة طبيعة الاستعدادات بتكون عاملة ازاي؟ هل كل بطولة طبيعة لها استعدادات الاستعداد، مختلفة؟ طبعا الصراحه التجهيز كان عندي مش مختلف شويه، كل التجهيز بطوله ممكن اكون بغير في حاجات. السنه دي كان معايا كوتش جديد بتاعي، كان معايا كوتش من بلجيكا، فهو الصراحه كوتش بيدرب برو محترفين، فاشتغل معايا بشكل كويس جدا، وحاولنا ان احنا نوصل لمستوى اعلى. مستوى الحمد لله كان كويس في الماتش ده جدا، حتى اوكرانيا كلها كانت مبسوطه جدا من مستوايا، وكانت شايفه ان انا استحق الفوز، ودي كانت احسن حاجه انا كنت مبسوط بيها جدا، لان انا فزت مع لعيبه بتلعب في بطولات تانيه كتير، لعيبه قويه، فالنهائي كان قوي. بس الحمد لله ان هم ادوهوني، لان هم ساعات يعني ممكن ساعات بيكسبونا ساعات لا، بس الحمد لله ان انا كان مستواي قوي وقدرت اكسب بمعنى ايه؟ الحمد ساعات لله. بيكسبونا وساعات لا، ما هو اكيد على حسب مستواك. يعني ساعات ولا في ساعات امور اخرى ممكن بتتدخل؟ يكون، لا مش قصدي، يعني ساعات ممكن يكون في الاوكران ممكن يكسب، ممكن انا ساعات في انتوشا، انا 2019 كنت استحق اكسب، فهم طبعا ممكن كسبوا حد من هنا، فكنت برضو في احيانا كنت بصادف حاجات زي كده، ان ممكن ما يكسبونيش رغم اني كنت استحق المكسب، بس بحاول تاني، بحاول تاني. برافو عليك. انت عايش بقالك سنين في دنابرو، مستقر هناك وكمان متزوج هناك؟ انا عايش بقالي 14 سنه، عندي زوجتي اوكرانيه اسمها سفيتلانا، وعندي دارينا عندها 8 سنين. ربنا يحفظهم. طيب، انا عارفه ان انت حضرتك بتقولي ان السنه دي كان معاك كوتش بيعمل لك تدريباتك، انا عارفه ان انت نفسك بتمرن في صاله من الصالات. انا اصلا بيرسونال ترينر، دي طبيعه عملي، فانا مدرب شخصي هنا في دنيبر وبدرب الناس هنا. فمدرب عندي صراحة في التجهيز، المدربين دول بيبقوا مخصصين لتجهيز اللعيبة للبطولات بس أكتر يعني. بس فهو الصراحة يعني طبعا ساعدني وكان سبب في الفوز ده بشكل كبير جدا جدا جدا، يعني هو وصلني لمستوى كويس كنت أنا نفسي إن أنا أوصل له قبل كده، فأنا بشكره جدا يعني. بس هو انا عارفه، أتمنى إن هو يكون فاهم، بس هو مش هيكون فاهم أنا بقول إيه، بس بعد كده هترجم له. لا ترجم له. انا كنت عايز اقول لك مين مثلك الاعلى في هذه اللعبه، بس انت دلوقتي بقيت مثل اعلى لشباب كتير الحقيقه. مثل الاعلى اي حد مكافح، اي حد بيحاول، اي حد بيوصل، لان لعبه كمال الاجسام لعبه فيها بتتعب كلها كتير جدا، اي لاعب حتى بطل العالم كلنا بنتعب زي بعض في اللعبه دي، اللي بيجتهد فعلا بيتعب فيها لانها مرهقه جدا، من سيزون تدريب، التغذيه بتاعتها طبعا لازم تمشي بشكل منتظم جدا عشان توصل للنتائج دي في الاخر، فاي لاعب بيلعب زي اللعبه دي كده يعني. فهو ليه كامل الاحترام. انا عارفه ان كان في سيستم تدريب مختلف غير اللي انت كنت متعود عليه، كنت بتتمرن 3 مرات في اليوم. 3 مرات دي يعني التمرينه مدتها قد ايه؟ بتاكل ايه علشان تقدر تتمرن؟ يعني احكي لنا كده سيستم اليوم بيبقى عامل ازاي.
طيب سيستم التجهيز ورقة بتاع التجهيز وقلم بتاع اه التجهيز يا بتاعي كان 6 شهور. السنه دي كان 6 شهور قويه جدا. التجهيز بتاعي اتغير شويه تدريبيا عشان انا في اللي كنت بلعب في فئه اسمها ماكس فيزيك، ودي بتعتمد على الابر بودي اكتر، على جسمي، شكل جسمي من فوق. فطبعا كان البرنامج بتاعي، لان انا كنت بلعب في فئات الاول زي اسمها كلاسيك فيزيك وبودي بيلدينج كلاسيك، فالفئات دي كنا بنلعب فيها كلنا، ورجلي لازم يشوفوها وكل حاجه. فالفئه دي كان بيعتمدوا على الابر بودي بس، فانا كان التدريب بتاعي اختلف شويه عشان اقدر اطور شكلي هنا، والحمد لله انا نجحت في ده. التغذيه بتاعتي، النيوتريشن بتاعي، طبعا كان عندي في اليوم 7 وجبات. انا عارف ان الاسم ده اكيد بيخض الناس، 7 وجبات بتاكل سبع لا وجبات خالص، ده حاجة كويسة. طبعا بس هي بتبقى الوجبات يعني متقسمه على اليوم بشكل ان احنا نقدر ناكلها، بس احنا طبعا تدريبنا بيبقى مجهد. 3 تدريب في اليوم، 3 مرات تمرين في اليوم. احنا مثلا الصبح ببقى عندي كارديو، الصبح زي دلوقتي حالا ببقى عندي كارديو بعمله، بعد كده باخد الميل والتاني، بعد كده بروح اتمرن تمرينه، وبعد كده بالليل ممكن اتمرن تمرينه كمان. بس فده بيبقى التدريب بتاعي شاق جدا، يوم متعب زائد شغلي كمان. صحيح، والنتيجة تستاهل حقيقي التعب في التدريب. طب انت بتفكر في ايه في اللي شكرا. جاي؟ يعني التارجت بتاعك ايه الفترة اللي جاية؟ انا بفكر في ايه في اللي جاي، ان انا بفكر ان شاء الله ان انا خلاص كان حلمي من احلامي ان انا خلاص اكسب بطوله اوكرانيا عشان اتنقل ان انا العب مستر اولمبيا، يعني اتمنى ان انا اقدر احصل على برو كارت يعني، وان انا اخش في عالم ان الاحتراف شاء شويه. الله. بس ده طبعا هيستغرق وقت بسبب الظروف بتاعت اوكرانيا دلوقتي، بس السفر صعب شويه، فما عرفتش اسافر السنه دي، لان انا كنت ممكن لازم العب في المانيا وبولندا وكذا بلد، بس طبعا ما قدرتش اسافر شويه عشان الدنيا كانت بسبب الاجواء هنا. ربنا معاك ان شاء الله في اللي جاي فأتمنى باذن الله. ان انا اشترك في اولمبيا، وان انا اقدر احقق فوز كبير، واقدر ان احقق شاء الله قدها احتراف دي الفترة الجاية. قدها، ربنا معاك ان شاء الله. احنا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا كابتن احمد ابو العزم الحاصل على لقب بطولة اوكرانيا لكمال الاجسام، شكرا جزيلا ليك.